3 vous souhaite la bienvenue au festival du film de Tanger, notre festival national du film marocain sur Yalla Bina Yalla. ومرحبا بكم في حفل افتتاح المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 21. مرحبا بكل ضيوفي الليلة، السيد الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال، السيدة نائبة المجلس الجماعي لمدينة طنجة السيدة فتيحة الزير، السيد مدير المركز السينمائي المغربي السيد صارم الحق الفاسي الفهري، السادة الأشقاء الأفارقة ضيوف المهرجان الحاضرين معنا في إطار الدورة الثانية لبرنامج التعاون السينمائي جنوب جنوب، مديري المراكز السينمائية لكل من السنغال، مالي، بوركينا فاسو والكوت ديفوار، تحية من فضلكم. رحلوا عنا من الدورة السابقة إلى هذه الدورة. عن السيد عمدة مدينة طنجة السيد محمد البشير العبدلاوي، نرحب بكم في مدينة طنجة وفي هذا المهرجان المتألق بالذات والذي أصبح علامة مميزة في المشهد الثقافي للمدينة، بحيث يساهم مساهمة فعالة في خلق دينامية خاصة وعلى جميع المستويات. يسرني أن أرحب بكم جميعاً بمناسبة افتتاح الدورة 21 للمهرجان الوطني للفيلم المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. هذا المهرجان الذي يعتبر مناسبة هامة بالنسبة للجمهور للتعرف على حصاد سنة كاملة من الإنتاج السينمائي المغربي، وكذلك فرصة سنوية للتواصل وتبادل الآراء بين الفنانين والمهنيين وصناع السينما، فضلا عن كونه يشكل مناسبة للتباري حول أجود الأعمال السينمائية. قبل أن نتعرف على أفلام هذه الدورة نتوقف للحظة وفاء واعتراف، لحظة تكريم أحد صناع السينما المغربية والأفلام الروائية، لنتعرف على المحتفى به هذه الليلة من خلال هذا الشريط. المبدع سعد مجيد رشيش. Saluer de tout mon cœur. Saluer aussi les amis cinéastes qui ont pu thank you.
2020 تتميز بثلاثة المسابقات، المسابقة الرسمية للفيلم الطويل، والمسابقة الرسمية للفيلم القصير، وكذلك مسابقات الفيلم الوثائقي لأول مرة. ما كانش عندنا مسابقات الوثائقي في طنجة، كنا تناخذ بعض الأفلام الوثائقية تندوزوها مع الفيلم الطويل. هذه السنة هذه خصصنا لها مسابقة يعني تخصها في الفيلم الوثائقي، 12 أفلام طويلة وثائقية اللي غادي تعرض في طنجة هذه السنة لأول مرة. ثم بالنسبة للفيلم الطويل 5 أفلام ما بين 15 الفيلم، كلها أعمال أولى لمخرجين شباب اللي غادي يقدموا العمل ديالهم الأول في طنجة هذه السنة. شكرا لكم. أنا فرحانة بزاف غادي نكون في اللجنة ديال التحكيم ديال الأفلام لي كور ميتراج، وغادي كتكون واحد مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله يربحوا كاملين، حيت غير لي فور اللي كيعملوا الناس باش ينتجوا الفيلم وباش يعملوا الانتاج وباش يصوروا هاد الافلام، راه ديجا واحد الميريت كبير، ديجا كيستحقوا بزاف ديال ان غران ميريت. فوالا، ميرسي.